ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريب يسموه بساطة، لعب حر فلان ضد فلان، 40-60 ياردة أو أكثر، أو بين منطقة الجزاء تضع الأهداف على أقواس الجزاء وتحدد منطقة الجزاء كقمع، يسموه قمع، يعني قمع قمع، ما أعرف شو يسموه قمع بالعربي الفصيح، القمع. زين، شوف هذا نصف مثلث، فيصير مثلث يعني منطقة الجزاء، ويلعبون حر، ما في كل تعليمات على اللاعبين، العب حر. فالقمع هو بالحقيقة ينفع التكتل والاختراق، التكتل بالنسبة للدفاع والاختراق بالنسبة للهجوم. التكتل بسبب أنه لو كان هناك لاعبين ودخلوا إلى مثلث منطقة الجزاء يكون هناك تجمع للاعبين بسبب الضلعين المائلين، والمهاجمين يضطرون أن يركزون على ما يعرف بالاختراق penetration عشان يسجلون. بس هذا واحد، تلعب الشوط هذا يعني 12 دقيقة. زين، 12 دقيقة يكفي مستمرة، اللاعبين ما يلاحقون الكرة، ثم تنتقل إلى الشوط الثاني بعد أن تعطي راحة، وتضع لاعبين ساندين لكل فريق خارج المثلث مال المنافس، أي خارج منطقة جزاء المنافس، هاي منطقة جزاء بس على شكل مثلث. زين، وتلعب شوطين من أروع أنواع تدريب اللعب، هذا يسمونه تكتيكال جيم براكتس، مع أن تأخذ بالاعتبار تضع آلية لتغيير اللاعبين الساندين اللي خارج المثلث أو خارج منطقة الجزاء بطريقة تتم خلال اللعب وليس عند توقف اللعب، خلال اللعب بس يكون أنت قد أصبت ما يعرف بمصطلح كيف تدرب. أنا فقط ماذا اختصرت لعلي أفت، وأسأل الله أن يحاسبنا على نوايانا يا رب. الحمد لله.